عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابعون، ينطلق شوطنا الرابع بحفظ من الله وتوفيقه. هذا الشوط يدش في الجعدان المهجنات الأصايل لسن الإذاعة. إذن التهنئة والناموس تابعنا قبل قليل مشكور الذي قدم العرض الذي يشكر عليه بإنجاز المعتا. تهانينا لمحمد بن أحمد بن عبد الله الرميثي، شكرا يا ممثل السمعة على هذا الإبداع المتميز. أسير برحلة الجعدان المهجنات الأصايل، هذا الشوط أول أشواطنا الرئيسية، أول معترك الإنجازات المستمرة. الله يا الجعدان المهجنات الأصايل لسن الإذاعة، دعوني أرحب بالصدارة. انطرق مع لاهم على البداية خلفان بن عيسى بن سعيد المنصوري، يتقدم إلى بداية الشوط النقلة التالية إلى المستوى الثاني. التحرك يأتي بقوة، الصراع منذ البداية، الكل له رغبة الإنجاز. نعود إلى حامل رقم 8 شاهين أحمد بن سعيد بن علقة المزروعي، يتقدم إلى المستوى الثاني، ولكن مركزنا الثالث وصل غازي. أشعار عالية الذي تابعته بإنجاز المعتاد، يرافق ناصر بن سعيد بن ناصر الرميثي، يتقدم مع عالي حتى هذه. لا، وهناك غازي على ما قدمته المركز الثالث. أما المركز الرابع عود بنا إلى حامل رقم 13، وصل هناك من يرافقه أيضا ضاري الذي قادم، مسعود بن سعيد بن سعيد الهاجري الذي يتقدم من المستوى الرابع. والمركز الخامس بتابع هناك، بتعرف عليه، قدوم جميل للغاية. وصل الطي الذي قادم، عيد بن محمد بن أحمد المزروعي على المستوى الخامس. والمركز السادس، الله الله الله، اليذاب الذي قادم، يتابع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. خلاص هذه الأسماء الست الأوائل عديناها إلى مسامعكم، ولكن يبدو لي الأسماء قادمة. مصور له جزيل الشكر، ياخذ جولة مستمرة، يعطينا صورة جميلة، ومن ثم يعود بنا إلى أشعار المزروعي الذي بدأ يتقدم. الله يا ممثل السمعة، يتقدم هناك يسير بن علقاه المزروعي، يتقدم بأشعار المعتادة من يرافق الصدارة. بنقول البداية الصدارة مع الانطلاق الأول، أروح شاهين إلى الصدارة. عندما نتذكر هذه الأبيات، عندما قال الشاعر نوخ شاهين وعياله لم بغيد السبق متواصل، هذا هو يا ابو شاهين. الله الله الله، اذا المزروعي يتحكم باول رحله اشواطنا للجعدان المهجرات الاصايل لسن الاذاعه. ولكن اشوف وصل ابو عيسى قادم خلفان بن سعيد، خلفان بن عيسى بن سعيد المنصوري الذي يتابع المستوى الثاني عن طريق لاهم الذي قادم المركز الثالث. والله ضاري قادم من موقع إلى موقع، يرافق أبو سعيد ويتابعه ويتقدم بمشاركة هذا الشعار. مسعود بن سعيد الهاجري الذي يسير إلى المستوى الثالث. المركز الرابع، شوف لي
الغازي الذي قادم. يا هل ترى يوم يغزى بالنقطة الثانية عندما تابعنا عالية الذي قدمت العرض الذي فيه الكفاية؟ إذا يرافقه ويتابعه. إذا ناصر بن سعيد الرميذي المركز الرابع، المركز الخامس جولة إلى هذا الشعار. الله الله الله، والله رغم متغطي ولكن باخذه. عندك الشدي المنصوري الذي قادم بكل قوة على المستوى الثاني حتى ذي اللحظات، يحمل الرقم 2 ولا؟ إذن عبد المحسن بن ناصر بن سفر الذي يتقدم إلى المستوى الخامس والمركز السادس. شوف لي هناك، وصل هناك معاند الذي قادم يتابع سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهرية. يا محاسن الصدف، شوف هذا التجمع، شوف هذا التسلل. الرحلة إلى وين؟ العودة إلى البداية، العودة إلى سكان الصدارة. الانطلاق ثلاثي حتى ذي لحظات، الانفراد مبكرا ولكن السيطرة مع شعار المنصوري الذي يطير إلى الصدارة، ولكن المري لو رأينا آخر. الله يتحكم، ضاري ضاري، الهاجري يقود الصدارة، مسعود بن سعيد الهاجري يتقدم معه المركز الأول. ولكن شوف شوف التسلل، وصل شاعرنا، وصل من الجانب الآخر. أرصد النحام رقم 8 شاهين أحمد بن سعيد بن علقاء. المركز الثالث لعبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري. المركز الرابع لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. المركز الخامس عندك يا ناصر يا بن سعيد يا الرميذي، ولكن بديت بالاغتراب، بديت بالاغتراب. الكيلو غادرنا ولا وين؟ الكيلو روحنا منه. دير بالك، دير بالك يا راعي شاهين. أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي الذي يقود الصدارة. والله يا جماعة، أول شوط، أول رحلة الجعدان، المهجنات، أوب 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 أوب. وصل الإشعار الاقتصادي، وصل الإشعار الاقتصادي. الأمور والله بخطر. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، ولكن المزروعي مصر، المزروعي مصر. أروح يا المزروعي، ممثل السمحة، ممثل السمحة. الإشعار الاقتصادي واصل المركز الثالث أول نداء. أرصد لي أشعار هناك، سيف بن ضاحي بن سيف الرميذي، ما يبنى لطاري. أشعار بن حميدة قادم بقوة، أحمد بن سعيد الرميذي. الله، جاوز يا مجاوز، روح يلي بتروح. الله الله الله، الشبابي، الشبابي على المقدمة، ولكن هناك. الله يا متتابعة، هيمان الذي قادم، هيمان ولا الشبابي؟ هيمان ولا الشبابي؟ الله الله، يروح بن حميدة، يروح بانطلاق الشبابي. الشبابي حيوا يا اخواني، حيوا حيوا الشبابي، حيوا اشعار ابو راشد. سلام للسمحة، سلام. اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. شوف التابع، الرقص التلقائي، الانفراد، التحدي. اذا جهانينا على فوز الشبابي، والله اسم على مسمى يشفع له بسلالته الغني عن التعريف، ولد الشبابي. مشكور يا أحمد، يا بن سعيد، يا بن حميد الرميذي، يا أبو راشد. والشكر لمصبح بن سعيد الرميذي على متابعة هذا الشعار بإنجاز المعتاد. المركز الثاني قدم عرض يشكر عليه، إذا سيف بن ضاحي بن سيف الرميذي. المركز الثالث تهانينا لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. والمركز الرابع يصل في حام رقم 8 أحمد بن سعيد المزرعي. والمركز الخامس تهانينا لناصر بن سعيد الرميذي. والمركز السادس يحمل الرقم 13 تهانينا لمسعود بن سعيد الهاجري. التوقيت 7:46. تهانينا لأبو راشد على هذا الإبداع المتميز. مشكور يا راعي الشبابي على الإبداع الجميل.